مستمرين ياكم بتكملة الفصل الرابع الجزء الثاني. وصلنا موضوع معادلة المستقيم. طبعا هذا المثال مو أول مثال على معادلة المستقيم، ما أخذ أمثلة قبلها. مثال رقم 5، مستقيم يمر في النقطة 5 سالب 1. عندنا مستقيم يمر في النقطة 5 سالب 1 وميله -2/5 جد مقطعه ومعادلته. يعني هسه طلب من عندي مقطع ومعادلة. أهم شغلة شريد منك نشوف معطياتك شنو. المعطيات ناطين الميل، الميل قيمته -2/5. وش ناطني اياها بعد؟ ناطني بعد اياها نقطة. فهسه من اسالك ايش عندك معطيات؟ عندنا ميل ونقطة. الورقة مال القوانين اللي مسويها اني، يا قانون منهم ميل ونقطة؟ راح تقول لي القانون الثاني، قانون معادلة المستقيم اذا علمت نقطة وميل. فراح نطبق هذا القانون، لان يعني عندنا ميل ونقطة، حتى نستخرج المعادلة وبعدين نستخرج المقطع. يلا اول خطوة نكتب القانون. y ناقص y1 يساوي الميل x ناقص x1. هذا قانون معادلة المستقيم اذا علمت نقطة وميل. فاول خطوة كتابة القانون. ثاني خطوة التعويض، بس تلزم النقطة قبل التعويض. النقطة من متكونة من x و y، احنا اتفقنا من المحاضرات السابقة. اذا نقطة واحدة سميها x1 y1، لان القانون احتاج بس الx1 والy1، ما احتاج الx2 والy2. خطوة الثانية تعويض، والy ثابت تنزل، ناقص الy1 -1، سالب في السالب يصير موجب 1، يساوي الميل -2/5 قوس x ناقص الx1 5. فالخطوة الأولى قانون، الخطوة الثانية تعويض، عوضنا الـ x1 والـ y1 وعوضنا قيمة الميل. الخطوة اللي بعدها أنا علمتك شلون تتخلص من هذا الكسر. أكو عدة طرق، بس أسهل طريقة، أسهل طريقة حتى نتخلص من هذا الكسر، البسط ينضرب بالـ x والمقام ينضرب بالـ y بالمقدار كله. يعني شلون راح يصير؟ راح يصير عندنا نضرب الخمسة في y راح يصير 5y زائد 5 في 1 5 يساوي -2/x سالب في السالب موجب 2/5 10. هسه تخلصنا من الكسر بهاي الطريقة. التخلص من الكسر. الخطوة اللي بعدها راح اسوي للمعادلة مجاهيل ومعاليم. يعني شلون؟ خلي اللي يساوي بالمنتصف العلي يسرى، الطرف العلي يسرى بمجاهيل يعني احرف. يعني سنزل الخمسة واي، بعد ايش عندنا؟ عندنا -2x. لو الاحظ -2 بعد اللي يساوي انقلها واغير اشارتها تصير موجب 2x يساوي ايش عندك بعد اللي يساوي؟ ال 2x خلصت من عندك، بقت العشرة والموجب 5 تعبر تصير -5. 5y زائد 2x ما ينجمع لان المتغيرات مختلفة، يساوي 10 ناقص 5، راح يكون عندنا الناتج 5. لهنا انت حددت معادلة المستقيم. طبعا خاف واحد يسأل بهاي الخطوة سوينا، بهاي الخطوة سوينا مجاهيل ومعاليم. خلصنا كتبنا له معادلة المستقيم. بعد شريد من عندنا المقطع، اريد من عندنا المقطع. هسه شريد منك انت شايف محاضرة المقطع باستخدام القانون الميل والمقطع، تاخذ المعادلة هاي تستخرج لي منها المقطع، انزلها هنا 5y زائد 2x يساوي 5. يعني تخيل سؤال جديد، اريد من عندك تستخرج المقطع. المقطع من هو؟ كي. فراح نتذكر القانون مال y يساوي mx زائد كي. ليش كتبت بهالمسافة؟ لان المعادلة ما مرتبة. هسه انت كمعادلة مستقيم رتبتها، بس بهذا الموضوع اريد المعادلة بدلالة y. يعني يبقى الـ y وحدة. اذا ما راح تفتهمها زين تابع المقطع مال ميل العفو نقطة ومقطع. معادلة العفو الميل والمقطع، هذا قانون معادلة الميل والمقطع. حتى بقي الواي واحد، راح نقول 2x لهذا الطرف، راح يصير عندنا 5y يساوي -2x، والزائد 5 تبقى بمكانها، نقلت بس الاثنين قبل الخمسة. بقت الواي واحد هي لا، شكو يم الواي 5، فأقسم الكل على 5، راح تروح الخمسة يبقى y -2 كم 5 ما بيها، تبقى نفسها -2/5x زائد 5 تقسيم 5 1. صارت المعادلة بدلالة y. هسه راح نجي نقارن، ثابت المعادلة ما عليك بيه، لا الـ y ولا الـ x. أنا أريد الـ k، فراح أحصل الـ k يساوي موجب 1. اللي شايف ذاك المقطع راح ينتبه يقول لي والميل -2/5. أقول لك صح، هو ما طلب من عندك الميل، بس إذا تريد تتحقق من حلك، هو انطاك الميل، باعش قطلع الميل -2/5 نفس الميل انطانيها. هو ما طلب الميل،
لأن هو ناطك إياه بالسؤال. فبهذا السؤال تعلمنا شلون نستخرج معادلة المستقيم إذا علمت نقطة وميل.